نظمت في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن مظاهرة احتجاجية تضامنا مع سكان غزة وتنديدا بالحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية في القطاع. واستنكر المتظاهرون الجرائم الإسرائيلية في غزة ورفعوا شعارات تضامنية مع الشعب الفلسطيني. كما شهدت أيضا مدينة سالزبورغ في النمسا شهدت مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وطالب المتظاهرون بالتدخل الدولي لإنهاء الحرب ووقف جرائم الإبادة الجماعية فضلا عن محاكمة القادة الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية. كما طالبوا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومنح الفلسطينيين كامل حقوقهم. إسرائيل بومباردير، إسرائيل بومباردير. مدينة مالمو السويدية شهدت هي الأخرى مظاهرات للتعبير عن الغضب حيال استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة. وطالب المتظاهرون بوقف جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في القطاع فضلا عن إدخال المساعدات المنقذة للحياة. كما رددوا شعارات ورفعوا لافتات تناصر القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. وتشهد مالمو ثالث أكبر مدن السويد سكانا تشهد مظاهرات داعمة لغزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.